الله، انا بحلم حلم جميل جدا. ايه ده؟ ده في راجل مطافي عندي ولا بوليس ده ولا ايه في البيت؟ قوم يا جوليان، انا جاي النهارده اقول لك حاجه. ايه حضرتك جاي تقولي ايه؟ بقول لك قوم يا جوليان. ايه ده حضرتك جايلي بنفسك هنا البيت؟ ضابط مرور جايلي ليه النهارده؟ انا بس عايز اعلمك حاجة، لما تيجي تعدي الشارع لازم تبص يمين وشمال. ايه ده، يعني حضرتك جاي مخصوص عشان تقولي الكلمتين دول؟ لما تيجي تعدي الشارع لازم ان انت تبص يمين وشمال، خليك فاكر الكلمتين اللي انا بقولهم دول. اوكي؟ طيب خلاص ماشي اوكي. وبيغسل سنانك عشان ريحة بوقك وحشة. ايه ده حرجني قوي. طب خلاص مش مشكلة، بعد كده بخلي بالي بقى وانا بعدي الشارع ابص يمين وشمال. بابا بابا صباح الخير. صباح الخير، ازيك يا جوليان؟ صباح النور يا بابا، يلا عشان نروح المدرسة. يلا يا حبيبي، حضرت شنطتك؟ حضرتها. واو، قابل كيتا، قابل كيتا مشتاش، صاحبتي بحبها قوي. طيب اوكي ماشي. تعالى بقى نروح نعدي عليها كمان. اوكي يا بابا، انا هجهز حاجتي كلها. اوكي يلا، اخدت معايا كل حاجة اهو. كيتا ازيك؟ هاي يا جوليان، ازيك عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. انتي جاية بتعملي ايه عندنا هنا؟ ابدا، انا كنت هاجي معاكوا عشان شنطة هتروح المدرسة. طيب انا كنت هاجي معاكوا. طيب اوكي تعالي يلا، هنروح انا وانتي لوحدنا. اوكي خلاص يا بابا، انا هروح انا وكيتا لوحدنا. اوكي يا حبيبي، خلي بالكم من نفسكم. يلا يا كيتا، انت عارف الطريق؟ طبعا يا بنتي، اكيد طبعا عارف كل حاجة. انت بتهزر صح؟ اكيد مش عارف الطريق، ده طريق المدرسة بعيد قوي. لا يا بنتي، عارفه عارفه، خليكي بس ماشية جنبي. طب احنا هنمشي ازاي، يمين ولا شمال؟ لا شمال. ايوه كده، ايوه بقى كده بقى نخش يمين يا جوليان. بس انا حاسه ان احنا المفروض نخش شمال. انا بقول لك هنخش يمين. الله، بس يا جوليان بص، احنا كده واقفين غلط. في شرطي اهو، تعال نروح نسال، نروح اساله. لا لا، ما سالوش، انا عارف كل حاجه. يو عليك، انا بقول لك انا عارف الطريق، اسمعي بس كلامي وان شاء الله نوصل للمدرسه. كده يا جوليان هتاخرنا، وكده ميس هتعمل لنا بانشمنت عشان تاخرنا. ما تقوليش يا بنتي، بقول لك انا عارف احنا هنعمل ايه. ما تساليش الشرطي حاجه، وانا همشي انا وهقولك الطريق ازاي. اوكي طيب ماشي، حاضر مش هسأله. طب معلش حضرتك، انا بس كنت عايز اسألك، هو فين المدرسة بتاعتنا؟ المدرسة بتاعتكوا اسمها ايه؟ مش فاكرة، كان اسمها طلائع المستقبل. يا بنتي قلتلك ما تسألوش، انا خلاص عارف الطريق. الراجل قال لي على فكرة هنخش شمال في يمين، ونخش بعد كده نمشي على طول. ايوه هتخشوا كده بالظبط، تلاقوا ان شاء الله المدرسه على يمينكو. طيب خلاص، انا ده اللي كنت اقوله على فكره، بس انا حاسس ان احنا لو رحنا بس من اليمين هيكون الطريق اسرع. ايوه هنمشي بس كده وكده نخش بقى يمين. ايوه بصي بصي بقى يا كيتا، تعالي بصي معايا، هنمشي في الطريق ده. حاسب 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 شش. مناخيري، مش قادر، مناخيري وجعتني جدا جدا جدا، انا فعلا مناخيري بتنزل دم. ايه ده، انا اسفه قوي، ما كنتش فاكره ان انا هخبطك. حد يعمل كده بتبصص متعدي الشارع من غير ما تبص؟ انا افتكرت الراجل جالي في الحلم النهارده وقال لي خلي بالي ابص يمين وشمال، بس انا ما بصيتش. الو، ايوه عايز واحده عربيه اسعاف بسرعه. ايوه في واحد هنا، ولد صغير اتخبط. قوم اقف، قوم اقف كده. مش قادر، مناخيري بس هي اللي وجعاني، مفيش حاجة تانية بتوجعني، انا اتخبطت في مناخيري. انا بجد اسفة جدا، ده تعالى اوديك انا المستشفى. لا يا مدام ما تقلقيش، خلاص هو في حد يجي دلوقتي وهنوديه هو المستشفى. بجد يا حبيبي انا اسفة قوي، انا مكنتش فاكرة ان هيحصل لك كل ده. لا ولا يهمك، على فكرة غلطتي، انا كنت المفروض ابص يمين وشمال قبل ما اعدي الشارع. الراجل النهاردة جايلي بنفسه عشان اعدي الشارع، وانا برضو ما بصيتش يمين وشمال. ان شاء الله المره الجايه هبقى ابص. ده ايه اليوم النحس ده؟ معلش جدا، انا اسف جدا تاخري على المدرسه. لا يا جوليان سلامتك، الف سلامه، ما تقولش كده.
تعالى بقى وريني كده حبيبي عندك ايه. لا الحمد لله سليمه، مراخيرك بس بتنزف، بس ما حصلهاش كسره ولا اي حاجه. حط بس عليها قطنه بقى وارفع راسك فوق، والمره الجايه تبقى ايه تخلي بالك وانت بتعدي الشارع. طيب خلاص اوكي ماشي، شكرا ميرسي حضرتك قوي، انا اسف يا كيتا، يلا بقى نمشي اهو، الشرطي هيقول لنا الطريق ويودينا هناك لحد المدرسه. النهارده فعلا كان يوم متعب جدا، صح؟ صح، ده كان متعب قوي.